استاذه الدكتوره منى محرز، احنا النهارده موجودين في دمياط. حضرتك تتفقدت عدد كبير جدا من المزارع السمكيه، التقيت بمحافظ دمياط، في نفس الوقت قمت بجوله تفقديه للمزارع السمكيه. تقييمك ايه النهارده لما قد عينتيه على ارض الواقع؟ هو الحقيقه انا دايما بشجع قوي المنتجين، وخاصه في قطاع الثروه السمكيه، لانه قطاع من في صعوبه كبيره في عمليه العمل نفسها، وتعرضه دايما للبروده وللميه في جميع الاوقات. لكن الحقيقه هم متميزين وعندهم يعني فكر متقدم قد ينقصهم بعض الدعم مننا احنا. على سبيل المثال يعني هم بيشتكوا من زيادة ارتفاع الأسعار التأجيرية، وإحنا الحقيقة بنراجع دلوقتي كل منطقة طبقا لطبيعتها وميتها وإنتاجها. الحاجة الثانية إن هم محتاجين إن العقود الإيجار تبقى بمدة زمنية أطول، تأهلهم إن هم يستثمروا ويضخوا استثمارات لزيادة الإنتاجية، ودي حاجة هامة. طبعا إحنا رحنا شفنا فتحة البط، لأن دي مأثرة عدم استكمالها من 2011 للأسف الشديد، مؤثرة على نوعية المية اللي بتروح للمزارع، وبالتالي مؤثرة على الإنتاج. بغاز الصفارة وعملية إن هو يتكرك ويبقى تعمل فيه تطوير لبرضو لدخول المية بالشكل المطلوب علشان أدي أنا مية جيدة للإنتاج. كل الحاجات والمشاكل اللي هم كلموا فيها مشاكل مقبول جدا، ان احنا لازم نغير نفسنا، لازم ان احنا نديلهم فرصة للتطوير، لازم ان احنا نراجع المتطلبات، لان في الاخر احنا بنشجع هذا القطاع زي ما حضرتك شفت كله. حتى لو كان صاحب المزرعة فهو معاه عدد من العمالة المحدودة الدخل، وإحنا طبعا يفضل أن الإنسان يشتغل أكثر من أنه هو يستنى أن حد يديلي أعانة، وهي دي الآليات. طبعا هم يتمنوا أن يقدروا ياخدوا قروض، لأن هم طالما بنديله إيجار لمدة محدودة هو ما بيقدرش ياخد طبعا قروض. فكل الموضوعات دي طبعا هنقعد ونحط لها حلول مع الفنيين والمتخصصين، وهم كمان يكون معانا منهم افراد علشان يقولوا رايهم. التوفيق. واحنا يعني جدير بالذكر احنا موجودين هنا في مكان التقاء مياه النيل بمياه البحر. صحيح. فده من الاماكن اللي ذكرت في القران الكريم، وحضرتك ايضا بتهتم بالصياد اللي بينزل في المياه الاقليميه، ودايما بتتابعيه مع هيئه تنميه الثروه السمكيه. صحيح. الصياد المصري هل يتوقع المزيد من خدمات الدوله في الفتره القادمه؟ والله الدوله يعني بتشجع الانتاج، وأكيد المنتجين، وأكيد صغار المنتجين والعاملين في قطاعات الإنتاجية أكيد طبعا إحنا هندعمهم لأقصى طاقة، لأن هم في الآخر اقتصادنا، والأمن الغذائي المصري بيقع على عاتق العمالة في هذه القطاع. الميه دي الميه مالحه دي اللي جايه من نهر النيل اللي بقى بحيره اللي بقى بحر، ميه مالحه. يعني في سد فرسكور، سد فرسكور قافل ميه النيل خلاص، فالميه اللي داخله دي ميه بحر. بص معلك، هي دي اللي هتشيل اللي في الاخر خالص، دي اللي هتشيل. اول ما تتشال ديت هيخش الميه. احنا حاجزين لو شلنا الطين ده الميه تخش، بس محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل ايه مع دخول الميه بالسرعه دي؟ لازم اعمل عباره عن تهدئه لحركه الميه، لان لو دخلت هتشيل الدبش اللي موجود ده كله بمنتهى السهوله. ونعمل الدوران، الكيرف يلف كده عند الدبش يمين وشمال. هنحط مجموعه من الشكاير بطريقه معينه، حاجات يعني فنيه، ونحط تمهيد، يعني الميه تخش، امشي بالتدريج من الميه كده بحيث تخش تخبط في جزء مايل. هو ده اللي يتعمل. لو اتعمل يعني بسرعه ياخد اسبوعين. طب لو دي بوابات، دي بوابات حمايه النيل، طلبوا نعمل بوابات لحجز او لحمايه او لقفل اي وقفه اي وقت يعزوه. تمام. لان هنفترض ان رجع تاني الميه تخرج يعني. النيل يبقى هضطر اقفل المجرى ده. طب ماشي خلاص، هتعدي من هنا، هتعدي من هنا، هتخش بقى. هتروح نازله. بص معلكي، في تقاطع بين الري بين التغذيه بتاعه المزارع اللي في الجنب ده
وبين الميه اللي داخله لي من هنسميه من النيل. التقاطع ده هو اللي عملنا الميه اللي نازله من هنا ونازله كده وطالعه. لا دي هتبقى ميه مالحه بس، بس لان ما فيش فرع النيل. بص معلش، هي اسمها لغايه دلوقتي فرع النيل. ميه مالحه 100%، وهتخش البحيره تحسن نوعيه الميه اللي جوه. فهي دي اللي احنا لو شلنا دلوقتي، الماء تخش وخلص الموضوع، بس هتاكل الدبش ده كله. فهو التهديد اللي هي الجزء الاخير اللي فاضل. بعد زيارتك لهذه الاماكن ومشاهدتك يوم حصاد زي اللي احنا فيه ده، بتفكري في ايه بالنسبه للناس دي وبالنسبه ان احنا ازاي نزود من الانتاج في هذه الاماكن؟ شوف حضرتك، احنا المفروض نحط معايير يمشي عليها الجميع. مفيش حد يبقى قادر ومش قادر، لا الكل لازم يبقى ملتزم، لان انا ملتزم بالمعايير اللي تديني اعلى انتاجيه، سواء ان هم ياخدوا قروض ميسره ان هم يزودوا انتاجهم، سواء ان هم معاهم فلوسهم ويقدروا يطوروا حالهم، لكن لازم يكون في تطوير لزياده، بنقوله ايه بقى، الزياده الراسيه في الانتاج. الفدان ده زي ما قال حضرته، قال ايه، قال ان انا ممكن اوصل لخمسة طن، ما نقبلش بقى 2 و3 طن، لان النهارده في حسبه ممكن كلنا نوصل بيها ان نقدر نوصل ل5 طن، واعتقد ان دي حاجه مهمه جدا. ده الأروس، أروس ودنيس. ده عمره سنة يا فند، يقعد سنة ونص كمان. ده عمره سنة. أنا عايزك تحكي لي بقى الحوض ده مساحته قد إيه وأنت زارع فيه سباك إيه؟ الحوض ده فيه لوز. السمك ده بقى له النهارده 18 شهر. 18 شهر ما شاء الله. أنت بتطلعه على قد كام شهر؟ يعني إحنا بنطلعه على حسب السوق. إحنا بنستنى سوق ونطلعه. ده اللي هو بقى بيتعمل في ليه ده؟ ممكن يكمل سنتين وممكن يكمل 3 سنين على حسب السوق يعني. التغذية بتاعته ايه بقى اللوت؟ التغذية بتاع اللوت في بنغذي علف، وفي بنغذي سردين وجنب سردين وسمك البحر. الحوض ده مساحته قد ايه؟ الحوض ده 3 فدان ونص. يجيب انتاجيه قد ايه مثلا؟ يعني بيجيب على حسب المزارع وعلى حسب الامكانيات. يعني على حسب امكانيات المزارع بيقدر يطلع انتاج، ممكن يطلع من طن وممكن يطلع لحد 10 طن، على حسب الزريعه والتغذيه. على حسب امكانيات المزارع. طبعا زي ما حضرتك عارف ان احنا بقالنا اكتر من سنه شغالين في الترقيم والتسجيل والحملات القوميه للتحصين ورفع احداثيات المزارع، وعلى اساسه بنتخذ اجراءات، منها مشروع البتيلو على سبيل المثال، وده مشروع رائد النهارده، واحنا استثمرنا فيه السنه اللي فاتت 500 مليون واسترجعنا 100 مليون الشريحه الاولى، وبنضخها تاني في لعمليه اعطاء القروض. فاحنا دلوقتي وبنطالب الناس يتقدموا، لان ده موسم البتيلو، علشان احنا عندنا موجود موازنه للبتيلو. ايوه جديده، ده تصريح جميل جدا. في ميزانيه جديده النهارده لقرض البتيلو، الناس تعمل ايه علشان تستفيد منه؟ لغايه النهارده الناس بتلاقي صعوبه ان هي تروح تتواصل مع الجهه المعنيه عشان يحصل على القرض. يروح فين؟ تتقدم يا اما الجمعيه التعاونيه او اداره الانتاج الحيواني او فرع بنك الزراعي في قريته، كل دول متاحين. الحاجة التانية ان احنا كمان عندنا مشروع ملء الفراغات او استكمال الطاقات الاستيعابية، وهو مشروع السيد الرئيس لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وده اللي عنده مزرعة وعايز يزود انتاجه، فهو من حقه النهاردة يتقدم لإحدى البنوك ياخد قرض ميسر ب5% من مبادرة البنك المركزي. وإحنا الحقيقة بنخلص التراخيص في زمن لا يقل، يعني لا يزيد عن أسبوعين، يعني
يعني ممكن في اسبوع وممكن في 3 ايام. فالفكره في ان احنا بموضوع ان هو معاه ترخيص يقدر ياخد قرض بسهوله. انا عايزه اقول ان احنا كنا 145 مزرعه فقط تم ترخيصها قبل 2017، احنا واصلين النهارده في الانتاج الحيواني فقط 12000 مزرعه، ودي اضافه كبيره، وده بيأهل كل المزارعين لعمليه استحقاقهم في انهم ياخدوا قروض ويزودوا الانتاجيه. على الجانب الاخر زي ما حضرتك بتقول التحصين، واحنا دايما بنناشد الناس لما تيجي حمله تحصين ما تقولش انا الحيوان بتاعي سليم، لا، لان النهارده لما بنقول احنا بنمنع الامراض يعني احنا بنحصن عشان ما يجيلكش امراض. فالحملات دي معروفه بمواعيد، لما تطلقها الدوله لازم حضرتك تتقدم سواء للوحده البيطريه او لما الحمله تيجي عند بيتك انك تطلع كل المواشي. وهو ده اللي احنا يعني شغالين عليه دلوقتي. وانا طبعا هنا كمان عندنا مش بس الاستزراع، مش بس يعني المواشي، لكن احنا كمان عندنا هنا صناعة دواجن، عندنا هنا كمان استزراع سمكي. والحقيقة دمياط مشهورة ومثلث الديبة مشهور بتصديره للمنتجات عالية القيمة إلى أوروبا، ودي يعني نقطة مهمة جدا. بنهتم كمان بعملية المشروع القومي لتطوير بحيرة المنزلة وعملية التكريك اللي بتتم، وهي دي كلها برضو عشان الصيد الحر يزيد والإنتاجية تزيد. هو ده اللي احنا كله بنشتغل على زيادة الإنتاجية، خلق فرص عمل للمواطنين. ان شاء الله لما الافتتاح بتاعها خلال شهر علشان خاطر نشغل الورش دلوقتي عدد كبير منها الطرح ومراكز الخدمات، وان شاء الله هيكون في مول واوتيل واكاديميه للتصميم. ان شاء الله بعد الافتتاح في الشهر الجاي هيبتدا المدينه تشتغل علشان، وهنبقى هيبقى لها زي براند بندور على ان احنا بنعمله دلوقتي مع وزاره الصناعه عشان نقدر ان احنا نوصل للعالمية ونقدر يبقى فيه جودة للمنتج اللي طالع نقدر نصدره. واحنا موجودين في محافظة دمياط النهاردة لاحظنا ان في تطوير للكورنيش، في اماكن للمتنزهات تم التوسع فيها بشكل حضاري يليق بقيمة المدينة، بنخطط لها ازاي؟ احنا بدأنا نشوف الشوارع اللي عايزة رفع كفاءة، بنرفع كفاءة الشوارع دلوقتي، بنعمل عملنا اول تجربة لمدفن صحي تحت الارض بالهيدروليك، بتوصل بالعربية وبنطلع الكمامة وتتجمع في اخر اليوم ونوديها المقلب. دلوقتي احنا ان شاء الله هننشره بقية، احنا عملناها الكورنيش هننشره بقية المدينة، وبعد كده نخش على الكرة. بدأنا في رفع كفاءة في الشارع وبنكمل في بقية الشوارع التانية، في الحدائق كمان بنبدأ نرفع كفاءة الحدائق والكورنيش. الجانب الزراعي والإنتاج الحيواني حضرتك اهتميتي بيه، خصوصا ان احنا عندنا حملات للتحصين حصلت على مستوى الجمهورية، ومحافظة دمياط كانت من المحافظات المشاركة. المحافظة قدمت الدعم من حيث سيارات لنقل الأطباء البيطريين، من حيث التوافر الشرطي، ده كله كان بيتم في الفترة الماضية. قدرنا نحقق ايه؟ مدى رضا حضرتك عن تقديم هذه الخدمة؟ الحملة التحصينات الحمق العيا الفترة اللي فاتت كانت ناجحة. بنعمل تعاون بيننا وبين مديرية الأمن، بيننا وبين المستشار العسكري وكل جهات والطب البيطري طبعا، وكل الجهات الخاصة اللي ممكن تساعدنا في الموضوع ده والجمعيات الأهلية، وكانت حملة ناجحة وعملنا تحصين لحمق العيا ونحصل كمان إنفلونزا الطيور. سؤال مهم وأخير، الدولة النهاردة بتسعى جاهدة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية هي ظاهرة مؤلمة وللشعب المصري عموما، كيفية التعامل معها خصوصا أن في توجهات النهاردة أن احنا نعيد للأرض الزراعية قيمتها وهيبتها؟
النهارده في الصدفه يعني ان جا لنا النهارده الجواب بتاع الموجه ال 12 والموجه ال 12 دي خاصه بالاراضي الزراعيه، واللي ما جاش قدم عشان يقنن في الاراضي الزراعيه اللي هو معتدي عليها هنبقى نعمل ازالات على طول في الموجه ال 12 دي للاراضي الزراعيه بالذات يعني عشان نحافظ على الرقعه الزراعيه. التقنين ضوابطه ايه؟ التقنين بيدفع الفحصه وبننزل نعمل معاينه، بيدفع المعاينه كمان وبننزل نشوف الارض لو فعلا مزروعه او وبيبدا بنعمل لجنه تانية، اللجنه دي بتتمن وبعد كده بنرفعها لجهه الولايه.